زي ما قلت لحضراتكم كده، هي مجموعه تقارير الحقيقه احنا كنا عاملينها في الفتره اللي فاتت، لانه احنا متعودين مع حضراتكم ان يبقى عندنا تقارير انسانيه، تقارير ثقافيه، تقارير يعني في حاجات تتعمل في هذا الاطار. لكن الوضع في غزه والحقيقه الاعتداء الغاشم للعدو الاسرائيلي على اهلنا في غزه الحقيقه كان مأجل الحاجات دي. خلينا ناخدها كده تباعا يعني عشان برضو الحاجات ما تتأجلش عندنا. زميلنا احمد يعقوب راح لمحمد طه بطل كمال الاجسام، يعود للرياضه بعد ربع قرن من اصاباته ويستعد لبطوله عالميه. برضو بنسى هذه التقارير تبقى مهم نشوفها ونرجع لحضراتكم. أنا بدأت اللعبة وأنا عندي 14 سنة، وعملت أول جمهورية وأنا سني تحت ال 17 سنة، تدرجت في الناشئين، عملت أول من أول 17 سنة لغاية ال 21، عملت أول جمهورية 7 مرات متتالية، وطلعت في مجلد لبنان أصغر بطل عربي، كان سني 19 سنة وكسبت بتوع الدرجة الأولى، اترقيت درجة أولى وأنا عندي 19 سنة، طلعت في عالم الرياضة في لبنان أصغر بطل عربي، ولعبت تجارب بطولة العالم، عملت أول تجارب عالم ناشئين. ولعبت بطولة أفريقيا 98، وبعد كده هو حصل لي خلع وتهتك في الأربطة في كتفي، حصلت لي نسبة عجز كبيرة، اتحديت نفسي وقعدت أكتر من 24 سنة بطل اللعبة. معاناة، معاناة كبيرة اللي أنا بطل 24 25 سنة، معاناة يعني ما كانش يعلم بحالتي غير ربنا. أنا شغال عامل، اشتغلت في محلات واشتغلت كذا شغلانة، واشتغلت في فرن، اشتغلت كذا شغلانه يعني، جبت ماكينه قهوه وجبت سله شاي واشتغلت في سوق كده على الغيار ببيع شاي وقهوه. رجوعي جه سنه 2022، كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وسمعت سياده رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي بيتكلم عن الرياضه للجميع، فتحديت الدنيا كلها اللي انا ارجع وابقى مثل للشباب كلها. دخلت اول بطوله وكسبتها وكسبت ناس دوليين، وهلعب بطوله العرب في شهر 11 وهكسر الدنيا باذن الله. بعد ما رجعت كل اللي عجزني قال لي برافو عليك، احنا ما كناش متخيلين ان انت تبقى ترجع للمستوى دوت والاداء اللي انت فيه. انا رجعت اكتر من 20 سنه لورا، انا مدرب منتخب مصر، قال لي انت عامل عضلات 25 سنه شاب 25 سنه مدرب منتخب مصر، وبعدين انا عملت عضلات بشقه، دبر امرك. انا بدبر امري، مش شرط البروتين الحيواني، انا بدخل البروتين النباتي وبدخل فاصوليا بيضاء وفول، مش شرط. لدرجه ان بطل عالم ضحك قال لي بتاكل ايه، قلت له بعد التمرين بتغدى اجنحه، انا معيش فلوس اجيب صدور فراخ. قال لي ازاي انت عامل عضلات بفلوس ازاي؟ قلت له من عند ربنا. انا بتمنى من الاستاذ اشرف صبحي وزير الرياضه، اتمنى دخل ثابت، دخل ثابت على بيته ومصاريف ليا والبيت وعيالي. وطبعا برضك بشكر سيادة رئيس الجمهوريه اللي هو اللي رجعني تاني للتمرين، ورجع ناس كتيره، في شباب كتيره رجعت معايا فوق ما تتخيلها والزحمه، ناس لا كتيره وكبار سن وشباب وبتاع، احسن من القعده في الشارع يعني. انا معايا مجموعه بيجي يتمرنوا بساعدهم لوجه الله بدون مقابل. التقارير اللي زي دي يعني تقرير عمي الاستاذ محمد طه، ان انت بتتكلم بعد ربع قرن، بعد 25 سنة اتصاب، قعد 25 سنة ورجع لعب تاني بيستعد لبطولات عالمية. بصوا رجع ازاي يعني، انا معلش سيبوكوا بقى من ما يحدث في العالم حواليكوا كده، وتدبروا كيف تكون الإرادة الحقيقية. الراجل لا انا اسف بيشتغل في بيقدم شاي وقهوة وعلى عيننا وعلى راسنا وكل الشغل الشريف فوق راسنا من فوق، راجل بيشتغل شغل متواضع جدا، اكله وشربه على حسابه وما عندوش مرتب ثابت، ومع هذا بيحاول بقدر الامكان يبقى اكله ملائم لطبيعه جسمه عشان جسمه يبقى قوي جدا ويعرف يشترك في البطولات العالميه. الصوره اللي بيتكلم بيها محمد طه، البطل محمد طه،
دي صورة تبين لك قد ايه بساطة البشر وقد ايه قناعة البشر وقد ايه رغبة البشر وقد ايه هو عنده قدرة ان هو يوصل للمستوى اللي هو عايزه بشكل انت ما تبقاش متخيله. قال لك انا ما بلاقيش الاكل المطلوب فباكل اكل بديل، والحمد لله رب العالمين. لما بيسألوه انت ليه العضلات دي عندك، قال لهم ده من عند ربنا. الحاجات الصغيره دي بتديك مدى قناعه هذا المواطن، هذا البطل ان هو يوصل لمرحله متقدمه. الراجل دلوقتي سنه مثلا ما شاء الله يعني فوق الخمسين او حاجه، لكن الدوره الشغل الهايل اللي بيعمله على نفسه والرغبه الهائله انه يعمله على نفسه والاداره الهائله في نفسه عليه في هذا الاطار ده شكل محترم جدا يعني.